طبعا مرشح رقم واحد اسبانيا. كل شيء وارد، كل شيء وارد، لكن في النهايه هم اعتقد هيكونوا ثلاث مباريات في منتهى القوه والمتعه ان شاء الله. اروح معاكم للمباراه المنتظره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، المباراه الاصعب والاهم على مستوى ما تبقى من الموسم، الاهلي وبيراميدز. واحد اخذ منكم تقييم سريع، عبد القادر، ازاي شفت الاهلي في محطته الاخيره، وازاي شفت مشوار الاهلي اجمالا واهم ما كسبه قبل مواجهه بيراميدز من بعد فتره التوقف الدولي الاخير؟ في اوروبا اتعلمنا من متابعتنا للكوره ان الفريق اللي عايز يكسب البطوله لازم، وحتى ده تصريح قاله بيب جوارديولا في السنين اللي فاتت متكرر، انك لازم تكسب عدد متتالي من الماتشات بدون اي توقف وبدون اي نزيف من النقاط، وده اللي عمله النادي الاهلي. والناحيه الثانيه بيعمله بيراميدز، يعني بيراميدز عمل 14 مباراه فوز متتالي، النادي الاهلي عمل 12 مباراه فوز متتالي. وخلي بالك في فرق مهم جدا، ده تحت ضغط وده بمنتهى الاريحيه. طبعا يعني طبعا ده فرق جوهري على فكره، مش يعني بيراميدز كان بيلعب في فتره من الفترات لوحده في بطوله الدوري، النادي الاهلي كان بعيد، حتى الزمالك كان بعيد عن المنافسه، ما كانش فيه اي حاجه خالص. بيراميدز بيجي له ماتش في الثاني في الثالث، لكن حتى دلوقتي لما النادي الاهلي ابتدى يرجع في الماتشات وابتدى الجاب ما بين عدد الماتشات، مش هقول لك عدد النقط، عدد الماتشات اللي بيلعبها النادي الاهلي وعدد ماتشات بيراميدز يقل، برضه بيراميدز محافظ على مستواه، برضه بيراميدز بيكسب بشكل يعني ماتشات اغلبها وان سايد جيم لصالح بيراميدز. الناحيه الثانيه بقى النادي الاهلي، لا هي دي شخصيه النادي الاهلي اللي بتظهر في الوقت ده. وخد بالك انت النادي الاهلي ممكن يكرر المنافسه الاسطوريه اللي بنشوفها في السنين الاخيره ما بين سيتي وليفربول، لان النادي الاهلي لو كسب ماتشات المؤجله يبقى الفرق نقطه واحده، فممكن كل اللي بيعمله بيراميدز يقدر يكسب ماتشات متتاليه لحد نهايه الدوري باستثناء ماتشات الاهلي، وبرده في النهايه يلاقي نفسه النادي الاهلي هو اللي بيتوج بالبطوله، لان زي ما بقول لك الانتصارات المتتاليه اللي بيحققها النادي الاهلي، شفنا امبارح مباراة طلائع الجيش الحقيقة أداء جيد من لعيبة النادي الأهلي، والنادي الأهلي ظهرت شخصيته أكثر كمان في الشوط الثاني. إمام عاشور كالعادة يعني هو يعني مش عايز أقول النجم الأول للفريق، ولكن أحد أبرز نجوم النادي الأهلي في الوقت الحالي. وسام أبو علي أثبت إن هو ده المهاجم اللي النادي الأهلي كان بيدور عليه، أخيرا النادي الأهلي بقى عنده مهاجم كبير، مهاجم محترف، والحمد لله إن هو كمان مش مكلف النادي الأهلي مقعد لاعب أجنبي، لأنه طبعا يحمل الجنسية الفلسطينية وبيعامل معاملة اللاعب المحلي في مصر، فالنادي الأهلي وجد ضالته أخيرا في وسام أبو علي. فما تستغربش لو لقيت النادي الأهلي مش بيدور قوي على مهاجم أجنبي بنفس القوة. لا بس محتاج أنت مهاجم أجنبي السنة الجاية مع ضغط الماتشات ومع عدد البطولات اللي هتخوضها وعدد المباريات والتنافس، موسم صعب جدا وشاق جدا على كل لعيبه، فمحتاج يبقى عندك يعني على الاقل ثلاثة راس حربه. يعني انا شايف الاهلي محتاج مهاجم لازم جنب وسام ابو علي، هو وسام ما يقدرش يشيل الاهلي السيزون الجاي كله لوحده. طبعا ماتشات المتتاليه اكيد انت محتاج حد تاني، ولكن انا لكن ده ما ينكرش انه انا متفق معاك جدا في انه الكواليتي اللي الاهلي كان بيدور عليها، يعني هو في من وجهه نظري مش هجيب حد يلعب اساسي على اسامه ابو علي، انا دي من وجهه نظري. أو لو ممكن نجيب حد تاني، حد صغير، لا او لو جيت يعني ليه لا، ما يبقاش نفس الكاتيجوري او تروح لكاتيجوري اعلى. طبعا انت لو هتتكلم بقى على نجم كبير مثلا في الدوريات اللي مش هقول لك يعني في اوروبا، الدوريات الخليجيه الكبيره في اسماء مهاجمين كان اغلبهم مطروحين على على طاوله النادي الاهلي في الفتره الاخيره، حتى لو على من وجهه نظره معروف، حتى لو بقى في منافسه يعني بين وسام وبين حد كواليتي نفس كواليتي وسام كده، الاثنين يسخنوا بعض، فاهم؟ طبعا طبعا، لان خلي بالك كتير معاهم هم شخصيا دلوقتي كمان كهربا اصلا ده مش مركزه ان هو بيلعب مهاجم، انا نفسي كهربا يرجع تاني يلعب جناح شمال، وهتشوف اداء عظيم زي اللي كان بيقدمه كهربا طوال مسيرته، لكن هو كهربا للاسف اتزنق في حته ان هو بيلعب في مركز المهاجم بس مع النادي الاهلي، لكن هو لا، هو الراجل يقدر يلعب وينج او المركز رقم 11 في النادي الاهلي، يقدر يلعبه بشكل ممتاز جدا ويكون اضافه كبيره. والنادي الاهلي دايما بيبقى في الوينجات مش محتاج بقى 3 و4، محتاج 6 و7، لان انت بتلعب بثلاثه منهم او اثنين منهم في كل مباراه، وعندك الاهلي داخل في 200 ماتش بقى في الموسم، يعني عدد ماتشات يعني ما ينفعش تعدها، فبالتالي انت محتاج كل ماتش، بنشوف كولر دلوقتي كل ماتش بيغير في خط الامام تحديدا. واحده من اهم مميزاته بصراحه طبعا، يعني كمدير فني لما اجي اقيمه لازم اديله في دي 10 على 10 فكره، والقائمه المساعده كمان طبعا. ما يعني خد بالك نفس القائمه دي كانت مع مديرين فنيين تانيين، بس ما كانوش كلهم بيبقوا فت، او لما بتحتاجهم بتلاقيهم بيقدموا لك انت لسه بقول انه العشر ماتشات دول لو قعدت رجعتهم وبصيت على سكواد الاهلي فيهم او التشكيل اللي بيختاره كولر للبدايه في كل مباراه مش هتلاقي مباراه شبه التانيه. اتكلمنا عن ده اخر مره لما حتى سالتني عن انه ومع ذلك معلش محمد يعني
بتحس انه في انسجام، بتحس انه اللعيبه مرتاحه في الملعب، بتحس انه الفريق كله جماعين وفرديا فريش واقف على رجليه. ما تحسش ان اللعيب البعيد لما بيجي بيحتاج وقت عشان يندمج ويخش. بقول السولية راجع مكسر الدنيا، عمر كمان راجع من اصابه مقدم مستويات كويسه جدا. طيب وانا بتفق مع عبد القادر في جزئيه، وانه بيبقى مهم جدا في الفرق الكبيره، وده بنشوفه حتى في اوروبا، ان في المركز الواحد بيكون فيه لعيب نجم وبعد كده بيكون فيه رقم 2 ورقم 3 عشان تحافظ على الاستقرار داخل اوضه اللبس. ولكن الموسم الجاي للنادي الاهلي هو زي الموسم اللي فات للنادي الاهلي، الموسم الجاي هو موسم صعب جدا في ظل ان انت بتخوض الانتر كونتيننتال، وهتخوض اخر موسم كاس العالم للانديه بنظامه الجديد، بتخوض دوري، هتكمل كاس الموسم ده، هتلعب كاس الموسم الجديد، السوبر، الرابطه لسه مش محدد موقفك، دوري ابطال، دوري ابطال افريقيا، دوري افريقي، الدوري الافريقي في كلام على عودته مره ثانيه، ماتش السوبر كلام. لا ده مش كلام، ده الدوري راجع ولكن باي صيغه وباي شكل، دي اللي التفاصيل اللي مش بالزبط. نفس الشكل بتاع الموسم اللي فات ولا بشكل مختلف؟ هل العدد هيزيد؟ هتزود ماتشات اكتر؟ يعني لو احنا حسبنا اصلا الحسبه دي في عدد المباريات، افريقياوي كمان، افريقياوي بالظبط، وهتقام في قطر قصاد العين، فبالتالي انت عدد اصلا المباريات دي لو جيت استها وقارنتها، معلش سوري بالمره بقى، نفتكر في تصفيات كاس عالم، في امم افريقيا، كاس امم افريقيا طبعا، انت عندك اربع ماتشات في التصفيات امم افريقيا، وعندك ماتشين تصفيات كاس عالم، ست ماتشات ست توقفات، وحسام حسن مدير الفني المنتخب بيطلب برضه فتره علشان يشوف اللعيبه، فبيطلب فتره توقف قبلها باسبوع. الموسم الجاي هو موسم كارثي اذا لم تتدخل الرابطه واتحاد الكره ويتكلموا ويقعدوا مع بعض على ترابيزه واحده ونفكر بالعقل. الموسم الجاي هو استمرار للموسم السابق، مش كارثي بالنسبه للاهلي، يعني كارثي بالنسبه للكره المصريه، الكره المصريه طبعا، لانه النهارده لما لعيب دولي في النادي الاهلي لو فرضا هو بيلعب في اساسي في المنتخب واساسي مع النادي الاهلي، وبتحتاج واحد زي عبد المنعم مثلا، انت بتحتاجه اساسي على طول دايما في كل مباريات، واحد من اهم اعمده النادي الاهلي في الدفاع، مظبوط، لو خد كل المباريات هياخد فيما يتجاوز ال 70 مباراه في الموسم، وده غير عقلاني مع كمان ان انت ما عملتش فتره تحضيريه كويسه، انت مش عارف هتبدا الموسم الجاي امتى. فشويه الفكره بتاع فكره ان يبقى في نجم واحد في المركز، لا هي فكره مش صائبه مع الضغط الغريب اللي بيتعرض ليه النادي الاهلي في المباريات. كولر طبعا لا خلاف على انه بيدير المباريات السابقه بشكل ممتاز جدا، على قد الامكانيات، على قد امكانيات المنافس، انا هلعب بالاوراق المتاحه اللي عندي واخد الثلاث نقط، وبالعكس كمان انت بتعمل سكور في بعض المباريات زي مباراه طلائع الجيش الاخيره. انا اتمنى ان يستمر بنفس النهج، مباراه بيراميدز ايا كانت نتيجتها ما تاثرش على فكره تدوير اللاعبين، لان احنا النهارده بيفرز لنا عدد كتير من اللعيبه النهارده بياخدوا فرصه لاول مره مع النادي الاهلي، وبتشوف منهم اداء ممتاز جدا بيثبتوا ان هم يقدروا يكملوا الموسم الجاي مع النادي الاهلي. ماتش حاسم ومؤثر جدا، ازاي بيفكر فيه الفرقتين، الاهلي ضاغط بيطارد بيضايق الفوارق، فايق خد ضربه يمكن مش بس من ناحيه ان هو اقوى هجوم في البطوله، لكن كمان من حيث تنوع المفاتيح والحلول، تتكلم على عدد كبير جدا من اللعيبه في مقدمتهم طبعا وسام الاجهز والاقرب وهو هداف النادي الاهلي حاليا، في مواجهه بيراميدز المتمسك بحظوظه ويمكن تكون حسابيا على الورق الضغوط عليه اكتر. يا عبد القادر، طبعا هو يعني من حسن حظ النادي الاهلي ان الامور ما زالت في ايديه، بعيدا عن فرق النقطه اللي ممكن يحققه النادي الاهلي لما يكسب كل المباريات المؤجله، فهو عنده ماتشين مع بيراميدز في 10 ايام، اربع نقط بس من الماتشين دول يتوجوا النادي الاهلي بشكل شبه رسمي قبل نهايه البطوله، سواء بقى تخلص في 8 سواء تخلص في 9 سواء تخلص في 10، فالنادي الاهلي اربع نقاط بس من الماتشين دول يقدروا يخلصوا البطوله لصالح النادي الاهلي. يمكن ماتش كمان الجمعه اللي جايه هو الماتش الاهم في الموسم من وجهه نظري، لان النادي الاهلي لو كسب المباراه دي فهو الفارق يعني منطقيا او حسابيا اذا تساوى الفريقين في عدد المباريات هيبقى اربع نقاط، وبيراميدز مش هيضيع نقاط ماشي، النادي الاهلي كمان مش هيضيع نقاط ماشي، فلو فضلنا ماشيين زي ما احنا كده ولسه في ماتش تاني ما بين الفرقتين فالتعادل بس فيه خلاص النادي الاهلي مبروك بطوله الدوري الممتاز. دايما كانوا بيقولوا انه يعني مباريات القمه اللي كانت دايما متعودين في الاغلب بتبقى اهلي وزمالك، في بعض المواسم كده كانت بتبقى اهلي واسماعيلي، يعني تلاقي مباراه القمه بتاعه السيزون او مباراه البطوله بتاعه السيزون اهلي واسماعيلي زي 2001 زي 2009 مثلا، لكن في العموم بقت مباراه القمه اللي كانت اهلي وزمالك بقت النهارده تقريبا يعني اهلي وبيراميدز، صح ولا غلط؟ طبعا دي المباراه اللي هتحسب اللقب. بيقولوا دايما على ماتشات القمه ملهاش علاقه بالحاله الفنيه، ملهاش علاقه بالترتيب في الجدول، ملهاش علاقه بمستوى اللاعبين، هل ده ينطبق على اهلي وبيراميدز؟ وهل بيراميدز في مباراه حسم على لقب دوري وهي مباراه حاسمه يقدر يكون عنده الخبره او الـ يعني الفكره انه يقدر يتعامل مع نادي بحجم الاهلي في مباراه زي دي؟ بص، بيراميدز تحسن كتير جدا السنه دي برغم انه ممكن يكون السكواد اقل
قوة من سكواد السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها وفقد عدد من اللاعبين، ولكن المدير الفني كوش بتاعهم الكرواتي ماشي بشكل كويس جدا وقادر ان هو يدور المباريات بشكل كويس جدا، بيفوز بنتائج مريحة في بعض الاوقات. بتشوف برضو بعض الوشوش الجديدة، ابراهيم عادل هيطلع من المنتخب الاولمبي وهيشارك معاهم في المباراة، هيشارك في المباراة. معلومة بيراميدز طلب الموضوع رسمي النهارده، طلب رسمي، لكن البعثة اللي هتسافر بكرة المفروض بس ما فيهاش ابراهيم عادل، وبيراميدز هيتكفل بمصاريف سفر ابراهيم عادل الى باريس. يعني روجيرو ميكالي وافق، افهم من كلام روجيرو لانه الاتحاد زق الملف على ميكالي. معنى كلامك انه ميكالي وافق على خروج ابراهيم عادل من معسكر المنتخب الاولمبي عشان يشارك في مباراه الاهلي يوم الجمعه. صحيح، وده الاتفاق اللي تم في الاول مع بيراميدز، انه سيب اللعيبه وانا هبقى سيب لك اللعيب ده يطلع ممكن ياخد المباراه وستتحمل نفقات سفره. ده المعلومه اللي عندنا لحد النهارده، وبالتالي ابراهيم عادل هياخد المباراه. عنده بعض اللاعبين الجيدين خاصه في وسط الملعب، بشوف ان وسط ملعب بيراميدز من اقوى الخطوط في بطوله الدوري. بلاتي توري الراجل المغربي موجود معاه، مهند لاشين وليد الكارتي المغربي، مهند لاشين، فبالتالي عنده لعيبه وسط ملعب جيدين، ولكن المباريات الكبرى دايما بتحتاج شخصيه. هل اللعيبه دي مع الخبرات اللي اتخذت السنين اللي فاتت مشاركات الافريقيه او في بطوله الدوري، هل اللعيبه دي هيكون من عندها من الخبره ومش هيكون عليها ضغط في ان دي مباراه حاسمه وخسارتها تعني خساره بطوله الدوري، هيقدروا يتعاملوا معاها ولا لا؟ ده اللي هنشوفه يوم الجمعه. قرايتي انا للموقف، لا، هم لعيبه جيدين جدا وعندهم من الشخصيه والدوافع ان هم يحاولوا ان هم يفوزوا بالمباراه دي، لان الفوز بيها ممكن جدا يقربهم من التتويج ببطوله الدوري. خرجت اسماء كثيره من بيراميدز. انا هرجع لموقف بس المنتخب الاولمبي بس في اخر الحلقه، عندي تعليق بسيط كده لجماهير الكره في مصر. يعني مفاتيح لعب، خرجت اسماء كثيره ومؤثره من بيراميدز يا عبد القادر، هل شايف ان مفاتيح اللعب او طريقه لعب المدير الفني الجديد او بيراميدز اللي هيواجهوا الاهلي يوم الجمعه اصبحت تعتمد على الشغل الجماعي اكتر، النواحي الجماعيه اكتر منها الفرديه، ولا ما زال هناك في مفاتيح لعب معينه هي مصدر خطوره في بيراميدز؟ طبعا في ابراهيم عادل، في فيتس ومايلي، هم اعتقد اهم مفتاحين في فريق بيراميدز. مصطفى فتحي طبعا لا، هو فريق الحقيقه عنده عناصر مميزه جدا، لكن لو جيت قارنت على مستوى الاسماء وعلى المستوى الفردي لاعب مركز هتلاقي تفوق للنادي الاهلي، حتى على مستوى الخبرات، على مستوى خبرات حتى المدير الفني، على مستوى خبرات المنافسه في بطوله الدوري، لان انت ممكن تقدر تحقق سلسله انتصارات في بطوله الدوري، لكن تيجي عند الماتشات الكبيره، ماتشات القمه، تلاقي نفسك مش قادر يكون عندك الشخصيه ان انت تقدر تصدق ان انت تقدر تكسب النادي الاهلي ماتشين في 10 ايام وتاخد منه البطوله اول مره في التاريخ، ودي حاجه يعني مش دايما بتحصل او نادرا ما بتحصل. صحيح. مع النادي الاهلي، لكن انا اعتقد ان شخصيه النادي الاهلي هي اللي تقدر تحسم الماتشين دول، مع ان الكوره طبعا فيها كل حاجه وبيراميدز عنده العناصر اللي تقدر تخليه يحقق. من وجهه نظري هتبقى مفاجاه لو قدر يكسب النادي الاهلي، لان كل الماتشات ما بين الاهلي وبيراميدز اللي يحتاج النادي الاهلي يكسبها بشكل مصيري النادي الاهلي يكسبها. محمد مصطفى، عبد القادر سعيد، بشكركم شكرا جزيلا، استمتعت بيكم واتمنى الناس تكون استمتعت بحلقه النهارده. شكرا على وجودكم معنا. شكرا جزيلا. وختاما بس انا بفتكر وزمايلي الحقيقه بيفكروني ولو انا حاجه، ما تتنسيش تباين المواقف بين اوقات كتير جدا يسمح فيها للاعبي فرق. طبعا الاتحاد الكره وميكالي مطلق الحريه، انا مش من حقي ان انا احاسبهم، لكن احنا بنتكلم عن خروج لاعب من معسكر في استعداد لاولمبياد وسفر مع بعثه منتخب مصر عشان يلعب مباراه في منافسه على ايه؟ على بطوله الدوري، ما زال في عمرها مستمر حوالي 7 أو 8 أسابيع، في الوقت اللي الاهلي ممكن يكون بيسافر فيه عشان يشارك في كاس عالم للانديه، هي البطوله الاهم، البطوله الاكبر على مستوى مشاركات الانديه المصريه منذ بدا نشاط كره القدم في مصر حتى يومنا هذا بدون لعيبته الدوليين، او خروج لعيبه فرق وانديه تانية عشان تشارك حتى في ادوار تمهيديه لبطوله افريقيا من معسكرات المنتخب الاول. لكن لما الاهلي يطالب براحه لاعبيه او عدم مشاركتهم في مباريات وديه للمنتخب الوطني بيبقى جرم و يعني عدم انتماء لمنتخب مصر او تفضيل مصلحه النادي الاهلي على مصلحه المنتخب الوطني. اسها وعقلها واحكم انت بنفسك. شكرا لكم على وجودكم معنا، شكرا لكم على المتابعه، كل التحيه، نتقابل بكره في حلقه جديده من السادسه.